كلوكيشن مستشفى موقعه كبير حلو ومريح يعني. كتجهيزات انا عندي خبره بالموضوع شوي، بشتغل بكذا مستشفى، لا تجهيزات كثير منيحه وبتريح نفسيا للي بيعرف بالدومين، فبتريح نفسيا بيقعد بمطرح مجهز بشكل منيح يعني. لوكال الدياليز يعني ايه بسالدو سينما نفس المنظر ما بيدي والرواء سرتول في بانوراميك يعني طبيعة حلوة كتير، طبيعة بتريح. أنا من النوع اللي بحب الطبيعة كتير، فتريح الطبيعة يعني. حتى لما الدكتورة عطتني خيارات بأي مستشفى ممكن تكون، لما عرفت المستشفى موجودة بمنطقة فيها طبيعة هربت من بيروت لهون. كان عندي ثلاث خيارات ببيروت، لا هربت لهون لخدمة بفرمير كلاس، مش وكانتباه كمان، تم عملة المرضى من كل النواحي، ما صار لي مجال لإشي لأنتقل. طريقة المعامل كتير جيدة، مرتاحين يعني لحد هلأ، صارنا 3 أشهر ما صادفنا ولا مشكلة، وستاف لأ على درجة عالية من الخبرة، والأهم من هيك جو ستاف كله مع بعضه كتير جيد بريح يعني. يعني إن كان من الحكيم المسؤول عن الساط، إن كان من الممرضات، كان من الشباب الممرضين كمان، والخدمة الانتباه اللي هو خلال كل الجلسة بيضلوا حاضرين لأي شيء بيصير بالمكنة مثلا، إذا صار خدمة غريبة يعني 4 ساعات مصلوبين الممرضات هيك بس تيشوفوا أقل شغلة بتصير يلحقوها دغري. لحد هلأ إلي شهر تقريبا ما استعملت الجرس لدق لحدا. والأهم أنه مريحة، القعدة مريحة، لأنه أنا فايت على أكثر مركز دياليز بيكون في عجلة كثير، هيدي هون شغلة مريحة، قاعدة مريحة، شغلة مريحة. بغير مطارح بكون في عجقة، ضجة، أمور غير مريحة يعني. خصوصاً الواحد بيقعد فترة طويلة 4-5 ساعات فبيكون مرتاح. ما بتحس بالوقت يعني مع كل وجعك يمرق الوقت سريع. أنا شخصياً مرتاح، خصوصاً إنه شايف غير مطارح كيف بتكون عادة، شايف بسمع من المرضى شو بيعانوا. لا مرتاح يعني صراحة، تفاجأت لما شفت هون، اتوقع شيء وشفت شيء تاني.